حياكم الله. لو كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. ارتفعت الحوالات الخارجيه في مزاد البنك المركزي اليوم الخميس بنسبه 94% على حساب المبيعات النقديه لتصل الى 203 ملايين دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 215 مليونا و 920 الف دولار، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي. تراجعت أسعار خام البصرة إلى 6 دولارات و16 سنتا خلال شهر كانون الأول الجاري وفقا لمنظمة أوبك. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أن سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر كانون الأول 77 دولارا و64 سنتا بانخفاض بلغ 6 دولارات و16 سنتا. ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا بحدود 15%. تسجل أسعار البيض في بابل منذ أسبوعين قفزة ملحوظة، إذ وصل سعر طبقة إلى 7500 دينار بعدما كانت ب 6000 دينار فقط. من جانبه قال عمار الخفاجي رئيس قسم الثروة الحيوانية إن هناك عدة أسباب أدت لارتفاع أسعار البيض، أبرزها عزوف عدد كبير من أصحاب الحقول عن إنتاج البيض جراء ارتفاع أسعار اللقاحات والأعلاف، إذ وصل سعر الطن إلى 1,200,000 دينار بعدما كان ب 750,000 دينار. وأشار إلى توقف أكثر من 5 مشاريع كبيرة لإنتاج البيض عن العمل جراء انتشار الأمراض وارتفاع معدل الهلاكات وتكبد أصحابها خسائر كبيرة جعلتهم عاجزين عن متابعة العمل. كشفت بيانات تركية رسمية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 1.9% منذ تشرين الثاني الماضي ليسجل 1150 نقطة فاصل 4 نقاط. بالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 سجل المؤشر زيادة بنحو 82% أو أكثر من 82% وفق بيانات البنك المركزي التركي عن بيانات مؤشر أسعار الوحدات السكنية. وعلى الصعيد السنوي بلغت الزيادة 69% في إسطنبول كبرى المدن التركية. أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص أن الخزين النفطي يكفي للقرن الحالي والمقبل ولا يوجد قلق بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن إمدادات الخام في توسع مستمر بفضل التحسن في اقتصادات العالم. وقال الغيص أنه لا يوجد أي قلق حول قاعدة الموارد المتاحة وهي كبيرة بما يكفي للقرن الحالي وما بعده، كما أن إمدادات النفط توسعت بفضل التقدم المستمر في التكنولوجيا التي ساعدت على خفض التكاليف وفتحت آفاقا جديدة وأضافت احتياطات جديدة. وأشار إلى وجود نقاشات قليلة حول ذروة المعروض النفطي وتحول التركيز إلى الحديث عن ذروة الطلب على النفط. ولنا هذه الانتقالة السريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.